بغينا نبداو حيت كاين بالانس كاين الكراهات نتاع التجارب الصوت وداك الشيء كتاخذ وقت طويل. الله يجازيكم بخير. الصوت الميكرو اش احنا ما نسمعوش الميكرو. واخا الفضاء غير ماشي مناسب ليها لنا مصاحبي.
اللي كيستاهلوا فعلا يكونوا في تراث عالمي، لان كيجيو كما شاهد قبيله مشيت الابن ديالي ادم اللي هو حاضر هنايا، كنت كنهضر لي على مدينه وليدي اللي هي وليدي، وانا ما شفتها هذه العشرات السنين مع الاسف تغيرت، لان لقيت كثير من الاشياء ما كانتش موجوده، حيث كان هناك يعني بعض التماثيل كبيرة ديال سواء الناس ديال الجيش او القياصرة او فكانوا كينظموا، كان معنا واحد السيد، وانا فعلا ان هذه المدينة خاصها تجدد فيها كثير من الاشياء. قال لي رجل اللي غادي يرجعوا بعض الاشياء اللي هي من المتاحف وهذه كتدخل كذلك في التراث ديال هذه المدينة السعيدة مكناس اللي كانت كما يعرف الجميع يعني عاصمة وكانت مملكة. ففي شخص الأستاذ هو اللي جاء واستدعاني أنه يجي هذا المهرجان، اللي أقول أتمنى الله تعالى أنه يجوز بخير وسلام، وأنه يبين الوجه يعني الطيب والوجه الحقيقي ديال السكان ديال هذه المدينة، واللي هي فيها كذلك قريبة من على بعض كيلومترات من الفاتح العظيم رضي الله عنه المولى إدريس. هذه المدينة مباركة، سبحان الله مباركة. شكرا مرة أخرى على حضوركم وعلى مجيئكم، وأنا تحت أمركم إلى وجه أي حاجة تعرفوها نحاول الإنسان أنه على قدر الإمكان الجامعة. شكرا لكم. شكرا للأستاذ عبد الوهاب التكواري على الكلمة الطيبة، كنجدو بالترحيب كذلك الكلمة الفنانة نجاة الرجل. السلام عليكم. أولا سعيدة بحضور المدينة مكناس الثاني مرة هذه السنة. المرة اللي فاتت كنت في مهرجان مدينة مكناس للفلاحة، وكان لقاء جميل جدا مع الناس من مكناس. المرة الثانية عندها طعم خاص هذه المرة، لأنه حالفني الحظ أنه غنكون مع الأستاذ الكبير عميد الأغنية المغربية الأستاذ عبد الوهاب التكالي، اللي احنا كنا تعلمنا على يديه ومازال كنتعلموا وكنستافدوا منه. سعيدة أنه فخر لي أن نكون جالسة حدا في ندوة صحفية اللي غتكتب في تاريخي الفني أكيد. فخورة جدا أن نكون في حفل غيكون فيه الأستاذ عبد الوهاب التكالي. ثاني حاجة تنشكر الناس المنظمين اللي ساهرين على هذا المهرجان، وتنشكر بصفة خاصة الأستاذ منتصر اللي هو اللي استدعاني باني باش نكون هاد السنة في هذا المهرجان، ويا رب يكون المهرجان في المستوى اللي كيتسناو الناس بكناس، لأنه مدينة تستاهل. ويكفي أنه هذا المهرجان هو احتفالية بمرور 20 سنة على إعلان مدينة مكناس بتراث عالمي، فهذا فخر لنا كاملين كمغاربة. وكنتشدد فرحتي أنه سعيدة أنه نكون نعود ثاني مرة أخرى مع الناس مكناس، لأنه فيهم طيبة زوينة بزاف وناس طيبين، وكيف المرة اللي فاتت كنت فرحانة، فإن شاء الله اليوم غتكون ليلة مميزة، خاصة أنه كيف ما قلت لكم فيها عميد الأغنية المغربية أستاذ عبد الوهاب التكالي. ميرسي بوكو، وتفضلوا لأسئلتكم حنا مستعدين. شكرا الفنانة نجاة الرجوي على بركة ابتداء الفلاتفة اللقاء وفي التواصل مع المناظر الإعلامية. كنرحبوا بهم من جديد، وكنعتذروا على أي تقصير في المستوى التنظيمي على مستوى الوقت أو أشياء أخرى. وغادي نذكر الأخوات والإخوة أننا عندنا إكراه ديال الوقت والاعتبارات اللي هي تقنية إعداد للسهرة ديال اليوم، لأننا غنحصروا اللقاء في نصف ساعة إن شاء الله، ونحاولوا أنكم تساعدوا على بركة الله. يعني هذا الشرف أنني أصبح بالإسلام من أيها الأصدقاء، أظن من تشكروا وشكرا لكم، وأتمنى أن نأخذ صورة قبل ما تمشيوا لخليكم. نذكر بعد كنشكروا الأستاذ عبد الوهاب التكالي الفنانة نجاة الرجوي. الصلاة هي على الساعة 7 وغتكون عندنا ندوات يوم.